الميزان اللي البارحة اشتريته، وراح نجرب ونقول بسم الله. بسم الله يا الله، هي الحمد لله يا ربي، يا الله 57. الراد انزل 3 كيلوات، كلش توب. ذا انزل 3 كيلوات، ايش قلت هن؟ 57. هلا حبايبي، شلونكم؟ المرطب هذا مال ايد، وهذا مال قدم من شركة بايو بالانس، اوكي، اللي نزلته قبل فترة. هو مال ايد، خاص بالايد وخاص بالقدم. مال ايد يرطبها، اوكي، ويوخر الخطوط الناعمة اللي تكون بالايد، وش يفتحها. ما اقول لكم يبيضها 100%، لا، اهم شيء انه يرطبها وشويه يفتح من لونها، ويوخر التصبغات اللي تكون بالايد، ويوخر الخطوط الناعمه. كل الزين، رغم انه هو صغير، بس تخليني شويونه ويصير كلش هوايه، ويعالج الاظافر ايضا، يعني يفيد الايد ويفيد الاظافر، هو اصلا مكتوب عليه. ولازم تاخذون الاصلي نفس هذا، وهسه مرة ثانية هم، اوكي، شوفوا. انا طبعا لانه بالليل وداخلي من عنده، فذكرت قلت خل اصور واذكركم انه تقومون تخلون من عنده، تمام؟ ما عليكم بهذا الكتر. شايفين هذا الجلد الناعم اللي دائر مدائر الاظافر، دائر ما يدور الاظافر، شلون يضوشنا؟ اوكي، هذا يعالجها ايضا. هذا مال قدم، هذا يعالج التشققات، بلهجتنا احنا نسميها الفطور اللي تكون بالقدم، هذا يعالجها، بس اذا تستمرون عليه، تمام؟ يعني ما تشترون مال ايد واحد، تشترون اثنيناتهم، وسعره جدا مناسب، 7000 دينار او 7.5، يعني هذا سعره مو اكثر. بصراحة انا يخلي من عنده الصبح قبل لا اطلع، وبالليل قبل لا انام، اوكي، بايدي وبرجلي اثنيناتهم اخليهم. ومثل ما قلت لكم لازم تاخذون الاصلي، هو من شركة بايو بالانس، وتركزون على انه هو الاصلي، ومتوفر اغلب الكوزمتكس اللي موجودين ببغداد وبقية المحافظات. وهسه هم حنزل نقاط البيع انه هو وين موجود، حتى اي واحد قريب على منطقته يقدر يشتري.